مصر الجديدة التي نقدمها اليوم للعالم تسعى للبناء والتنمية وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية بسعي مخلص من أبنائها الذين يحملون للعالم رسالات المحبة والسلام. التطوع ده صفة نبيلة، حبيتي يكون لي أثر، دايما أكون في عون الناس عشان ربنا يكون في عوني وعشان أشوف بلدي أحسن، حاجة توصل للمستحق وأحس بفرحة الناس فيها. فرحة الناس دي هي اللي بتدب فيك الروح. يسعدني طبعا إن أنا أعمل حاجة في حياتي أفتخر بيها طول العمر. صغيرة من المتطوعين، ولاد حضرتك من كل المحافظات. طبعا الخير، انا اللي هتكلم ولا انت اللي هتتكلم؟ لا انا عايزك انت اللي تتكلم. تعال انت اللي تتكلم. صباح الخير يا سيادة الرئيس، اتفضل. صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين، وسعيد ان انا التقي بيكم، وسعيد بجهودكم اللي انتم بتعملوه هنا. بس تحيا مصر ان شاء الله بيكم، ان شاء الله ان شاء الله. بس خلي بالكم احنا لسه المشوار ده اول مرحله، لسه في مرحله تانية ومرحله ثالثه. وعدنا مع الناس في ريف مصر كله ان احنا هنعمل الثلاث مراحل. بس بيكم ان شاء الله، وكل اللي بيتطوع او كل اللي بيعمل معاكم يعني بوجه له الشكر وبوجه له التحيه، وبقول له انتوا بتعملوا حاجه جميله قوي، بنعملوا لبلدنا ولاهلنا اللي ما كانش عندهم امل قبل كده. احنا عندنا حياه كريمه بتغطي حوالي 65% من مساحه المحافظه، في معادل 70% فندم من تعداد السكان. اللي بيحصل حاليا في محافظه سوهاج ده طفره غير عاديه وما كانش في متخيله اي حد. احنا هنا فندم في وحده طب اسره ام دومه. في يناير 2019 سيادتك اطلقت حياه كريمه، واول حق من حقوق الانسان على ارض مصر هو حقه في خدمه صحيه بجوده تليق باسم مصر. سيادتك اطلقت في ديسمبر 22 المبادره الرئاسيه لتطوير خدمات الرعايه الاساسيه، اول مرحله فيها تطوير 251 منشاه بواقع منشاه في كل اداره صحيه، اول افتتاح لوحده صحيه فيها دمج للمبادرتين، مبادره حياه كريمه ومبادره تطوير خدمات الرعايه الاساسيه. حضرتك دي غرفة التطعيمات اللي بتؤدي خدمات التطعيمات الروتينية للأطفال، وهي منظومة إلكترونية على مستوى الجمهورية. ثم عيادة الأسنان تقدم جميع الخدمات، وخاصة السيدات الحوامل وكبار السن والأمراض المزمنة والأطفال. ثم عيادة طب الأسرة وتقدم خدمات طب الأسرة والمبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ومبادرة صحة المرأة. وعرفنا حضرتك إن في مبادرتين جديدتين وهما الصحة النفسية ومبادرة السمنة. الجيش اللي حضرتك شفته ده جيش التحالف، كله ولاد حضرتك في كل المحافظات اللي بيتجمعوا عشان خدمة الناس. بس هنا في المحافظة بالأخص احنا لسه عاملين اصطفاف كبير جدا بقيمة 63 مليون جنيه. المحافظة دي هي اللي بدأنا بيها القوافل الشاملة والتجربة بتاعتها، اللي عملنا حوالي 16 قافلة في 3 شهور في القرية دي. هنا خدمنا 26 ألف مواطن بحوالي 16 مليون جنيه خدمات أساسية يومية. نقطة مدومة ضمن 45 نقطة إطفاء من مديرية أمن سوهاج، وضمن 5 نقط تم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة. الخدمات اللي موجودة فيها فندم هي سيارتين إطفاء ساعة كل سيارة 2 متر مكعب. احنا عندنا ربط باللاسلكي، بالاجهزة اللاسلكي، اتصال لاسلكي واتصال سلكي يا فندم، معروفة العمليات الرئيسية. شدوا حيلكم، شرفنا معاكم، كل سنة طيبين. احنا كمؤسسة مش مختصة بالمنشآت فقط، لا احنا لينا جانب انساني، مبادرات عديدة، مبادرة زي يوم الفرح، احنا جهزنا 100 عروسة في سوهاج، ومن اكثر المبادرات اللي لمست الجانب الانساني للسوهاجي. صباح الخير. صباح الخير. الاستاذ محمد حسين يا فندم، رئيس نقطة شرطة أم دومة. قوة النقطة يا فندم 2 ضباط، رئيس النقطة ضابط البحث الجنائي. النقطة معنية يا فندم بتلقي البلاغات، حفظ الأمن، ضبط كل من يخالف القانون يا فندم. شملت أعمال التطوير يا فندم تجهيز النقطة بمنظومة البريد الإلكتروني المستحدثة. المنظومة تضم عدة تطبيقات يا فندم، ساعدتنا تلك التطبيقات يا فندم توفير الوقت والجهد وسرعة الاستعلام والفحص الأمني.
شكرا جزيلا، كل سنه وانت طيب. الله يسلمك، الله يسلمك، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. مش عايزين حاجه؟ لا عايزينك بخير. الله يعيشكم بخير. انتوا بكره، انتوا بكره، انتوا المستقبل كله. ربنا يحميكم يا رب. يا رب.